السلام عليكم ورحمة الله. فتح الله لنا أبواب الخير على مصراعيها، ولم يحرم أحدا من النفقة في سبيل الله. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم خص الله عز وجل طائفة من المؤمنين هم أولى وأحق الناس بالعون والمساعدة والإكرام. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. استمع معي إلى القرآن الكريم وهو يصور حالهم تصويرا نبيلا كريما، تصويرا يحرك المشاعر والقلوب نحوهم. فهم قوم فقراء بحاجة إلى العون والمساعدة، محبوسون ولكن بإرادتهم لطاعة الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال العديد من المفسرين: هم فقراء مهاجرين من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا أهل ولا مال، فكان مأواهم هو المسجد النبوي بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنيت لهم صفة أو ظلة من جريد النخل يستظلون بها. وكانت أعدادهم متفاوتة، طارة 10 من الصحابة، وطارة أخرى 20، وربما 50. وكان من أهل الصفة عمالقة من الصحابة الكرام الذين أفادوا الإسلام أعظم إفادة، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أهل اليمن، وأسلم متأخرا ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وأراد أن يعوض ما فقده، فألزم نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويتعلم منه القرآن والسنة. حبس نفسه في طاعة الله ورسوله وطلب العلم والجهاد في سبيل الله. وكم عانى أبو هريرة من الحاجة وشدة الجوع لدرجة أن يخشى عليه في المسجد النبوي، وكان من شدة عفته لا يذكر شيئا للصحابة، فكانوا يظنون أن به مرض أو صرع. وذات مرة اشتد به الجوع، فقعد في طريق الناس لعل أحد من الصحابة يدعوه إلى الطعام، فمر به أبو بكر فسأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله وهو يعلمها لعل أبو بكر ينتبه لما فيه من جوع ويدعوه إلى الطعام، ولكنه لم ينتبه فأجابه ثم انصرف. ثم مر عمر بن الخطاب فسأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله وهو يعلمها لعله ينتبه لما فيه من جوع، ولكن عمر بن الخطاب لم ينتبه فأجابه ثم انصرف. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهه وعرف ما به وقال له: يا أبا هر. فأجاب: لبيك يا رسول الله. فقال له الرسول: الحق، أي اتبعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة إلى بيته، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا؟ فقالوا له: أهداه لك فلان من الأنصار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. فأجاب: لبيك يا رسول الله. فقال له: اذهب إلى أهل الصفة وادعوهم لي. فخرج أبو هريرة وهو يقول لنفسه: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق بشربة أتقوى بها، ولكنه لا مفر من طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أهل الصفة واستأذنوا، ثم دخلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كل منهم مجلسه في البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، خذ القدح فأعطهم. قال أبو هريرة: فأخذت القدح فأعطيته الرجل، فأخذ يشرب حتى يروى، ثم يرده إلي مرة أخرى حتى يشربوا جميعا،
ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح بيده وتبسم وقال: أبا هر، بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة: صدقت يا رسول الله. فقال: خذ فاشرب. فشرب أبو هريرة، ثم قال: اشرب. فشرب أبو هريرة، ثم قال: اشرب. وما زال يقول اشرب حتى قال له أبو هريرة: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. وفي كل زمان هناك أمثال أبي هريرة، هم أولى الناس وأحق الناس بالرعاية والعناية والتكريم. اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين المحبوسون في طاعة الله وفي سبيل الله، لا يستطيعون السعي في الأرض ولا السفر طلبا للرزق والتكسب، ولم يكن ذلك تكاسلا منهم وإهمالا، ولكنه بسبب خارج عن إرادتهم. فهناك الملايين من طلبة العلم أمثال أبي هريرة الذين حصروا أنفسهم على طلب العلم، وهناك من أحصروا في بلادهم فتركوا بيوتهم وأموالهم ولجأوا إلى بلاد أخرى وأحصروا فلم يستطيعوا التكسب، وهناك من أحصروا بمرض عضال أو شيخوخة أو ضيق شديد، ورغم حاجتهم الشديدة لا يفطن إليهم فيتصدق عليهم، ويحسبهم الجاهل بأحوالهم أغنياء من التعفف. وأما صاحب الفراسة والبصيرة فإنه يرحمهم ويعطف عليهم، وعلى قدر اجتهادنا في الوصول إليهم يكون الثواب من الله. فلنبحث عنهم في دائرة الأقرباء والجيران والأصدقاء، لهم علامات وآثار يعرفون بها بين الناس، لا يعرفهم إلا صاحب الفراسة والبصيرة ومن هو أعلم بحالهم. لا يسألون الناس بالكلية، والموت لهم أفضل من السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفطن فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وأمثال هؤلاء أولى بالصدقات والزكاة من الذين يسألون الناس إلحافا وإلحاحا. دعك من المتسولين في الطرقات والإشارات، والذين بنوا العمارات واشتروا السيارات من صدقاتك، وابحث عمن هو أولى بصدقاتك وزكاتك. وإن كنت لا تستطيع الوصول إليهم فاسأل الجمعيات الموثوق بها، واسأل أهل الصلاح والتقوى، فهم أعلم الناس بأحوال الناس. واذهب إليهم بنفسك وتبسم وقل لهم: تلك هدية من الله لا تليق بكم. وقل لهم بإخلاص: سامحونا واعذرونا على التقصير في حقوقكم، واستر عليهم بين الناس ولا تفضحهم لحاجتهم. وأوصي أهل الخير بمد يد العون والمساعدة إليهم دون جرح مشاعرهم، فأمثال هؤلاء الموت جوعا أهون عليهم من جرح كرامتهم. وما تنفقوا من مال في سبيل الله قليل أو كثير فلا يخفى على الله، وكل خير وإحسان وبر تثاب عليه وتؤجر في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن